صباح الخير متابعينا في الأردن. لا تزال المملكة اليوم السبت تحت تأثير الكتلة الهوائية الباردة المرافقة للمنخفض الجوي، ورح تكون إن شاء الله أجواء باردة وغائمة جزئية، ورح تهطل الأمطار في المملكة على فترات. أما كيف رح تكون درجات الحرارة المتوقعة بإذن الله لنهار اليوم السبت على العاصمة عمان؟ 13 مئوية مع زخات من الأمطار ورياح نشطة، الملموسة أيضا 13 ونسبة الرطوبة 97% وسرعة الرياح 25 كيلومتر في الساعة ورح تكون نشطة. أما كيف رح تكون درجات الحرارة إن شاء الله المتوقعة على باقي مناطق المملكة بإذن الله؟ شمالا إربد 14 نهارا و11 ليلا، المفرق 15 نهارا 11 ليلا، وجرش 15 نهارا 11 ليلا، وعجلون 12 نهارا، وبتنزل بالليل 10 درجات مئوية، ورح تكون طبعا هناك رياح نشطة وهطول لزخات للأمطار بإذن الله. أما مناطق الوسط ابتداء مع العاصمة عمان 13 نهارا 11 ليلا، كل من البلقاء الزرقاء ومادبة بين 16 و 14 نهارا وبتنزل بالليل 9 درجات مئوية، والبحر الميت 20 نهارا و 16 درجة بإذن الله بتسجلها ليلا. أما مناطق الجنوبية والكرك 11 نهارا 8 ليلا، الطفيلة 13 نهارا 8 ليلا، والشراه 11 نهارا 8 ليلا، ومعان 13 نهارا وبتنزل 8 درجات مئوية ليلا، والعقبة 19 نهارا و 12 درجة مئوية بتسجلها ليلا بإذن الله. أما أخيرا المناطق الشرقية وكل رويشد الصفاوي والأزرق، درجات حرارة متقاربة بين 18 و 16 نهارا مع أجواء غائمة جزئية واحتمالية لتساقط زخات من الأمطار، أما ليلا بتنزل ل 9 درجات مئوية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. متابعينا بدي أذكركم تعملوا اشتراك على قناتنا على اليوتيوب، وأيضا تفعلوا زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد من طقس العرب، وتابعونا في باقي تفاصيل نشراتنا القادمة بإذن الله. إلى هنا، إلى اللقاء. We'll be right back.